السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. تصادم قطار وتوك توك دون إصابات في قنا. خبر المعنى بيقول: وقع تصادم قطار روسي الخميس مع توك توك أثناء عبوره مزلقان غير شرعي بمركز ديشنا دون وقوع إصابات بشرية. وتلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا إخطار بتصادم القطار رقم 1008 وتوك توك بقرية الياسينية بمركز ديشنا دون وقوع إصابات. وأفاد مصدر بالسكة الحديد بأن الحادث لم يسفر عن إصابات أو تعطل في حركة القطارات، وتحرر محضر بالواقعة واختلت النيابة العامة لتتولى التحقيق. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه، فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.